احتفل طبعا الامير منصور بمشعل. على فكره هذه المناسبات من اجمل الفقرات اللي احبها الحقيقه في البرنامج، يعني لانها تعطي صوره مختلفه للجانب الوسط الرياضي. احتفل الامير منصور بن مشعل في الرياض، احتفل بزفاف ابنته للامير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، وشرف الحفل عدد من الامراء، ويتقدمهم الامير مقرن بن عبد العزيز والامير فيصل بن بندر امير منطقه الرياض، وعاد وحشد كبير من الرياضيين. كاميرا البرنامج تواجدت في الحفل، وكان الزميل خالد الشعبي. مبارك للعروسين، مبارك سمو الامير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز هذه المناسبه، سمو الامير منصور بن مشعل، وان شاء الله يا رب ربنا يكتب لهم حياه كريمه ويتوفقون ان شاء الله في حياتهم. والف شكر لسمو الامير منصور بن مشعل على الدعوه الكريمه، والله يبارك لهم ان شاء الله، ونبارك لسمو الامير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، والله يتمم لهم على خير وإن شاء الله بإذن الله زواج سعيد. الله يبارك لهم ويسعدهم إن شاء الله ويوفق بينهم إن شاء الله يا رب. والله الحمد لله، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إن شاء الله ويبارك لهم ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله، ويحفظ بلدنا من الحاسدين، يوفق ملكنا وولي عهده اللي ما يحب ويرضى ان شاء الله. اقول شرفتونا والله، محلكم جيتوا، والله يجزاكم خير ويشكر سعيكم ويجوز العزاب منكم، الله يجزاه خير، والعازبات يعني الله يوفق بناتنا وعيالنا كلهم جميعا حال الوطن ان شاء الله. شكرا للزميل خالد الشعبي، وكل التهنئه لسمو الامير منصور بن مشعل، الامير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، وبالرفاهي والبنين.